تونس تونس يد واحدة وصل صوتك. لماذا زاركم محمد الغريني اليوم في حركتنا؟ محمد وقتاش؟ اليوم ولا اليوم ولا البارح؟ أولا الشيخ راشد جاه استلطاف من فما كثير الناس تستلطف له في بيته وليس في مقر حركة النهضة، وما فيش مشكل، نحن بابنا مفتوح لكل السياسيين، وانا ما في باليش فما حصر فما حجر على لون معين من السياسي. نحن نرحبوا بسي حمل الهمامي رغم ما يقوله، نرحبوا بكل السياسيين الموجودين في بلادنا، وقلناها قبل حتى نتذكر، معناتها انه فيه ناس قالوا لنا هذا مع في هذه نكتة حقيقية صارت في 23 اكتوبر قبل ثلاث منتخبات 23 اكتوبر. جاوز معها قالوا والله سلفيين من نوع هذا يا اخي، نحن معناتها المؤمنين يجي نعملوا حلف. فيه ناس تكلمت ولا منه، قلت انا بالله هذه كان جينا مش نعملوا حلف من اجل الايمان بالله بانه احد، انت مقرب من اقرب الناس الينا، ولكن هذا شان سياسي. فانا اشعر بانه حمل الهمامي والحزب العمال الشيوعي اللي هما نحن في خصومه ديما معناتها واحد، انهم كلهم اقرب الينا من هؤلاء، لانه المطلوب مع فعل سياسي ما نتحدثوا على زاويه نتاع صوفيه او حاجه اخرى. شكرا لك، بارك الله فيك سيد فرجاني قيادي بحركه النهضه، كنت ضيفنا في ميديشو. شكرا، بارك الله فيك.